ابو خالد، ليش تاخرت اليوم؟ مبعادتك. اي والله بالدوام، كان عندي شغل وايد وما انتبهت للوقت. طيب الغدا جاهز وكلنا بانتظارك. مو مشكله، بس بمر الجمعيه على السريع اشتري اغراض البيت وما اتاخر عليكم. توصل السلام. ابو خالد، ابو خالد. وايد ناس عايشين بيننا بعد ما كانوا بخير ونعمه، فجاه تغيرت ظروفهم وتبدلت احوالهم. واجبنا نحس فيهم، نجبر كسرهم ونكون سندهم، عسى ربي يسترنا في الدنيا والآخرة. حملة أبشروا بالخير، جمعية النجاة الخيرية.